اجيتوا قبلي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رمضان رمضان، انا فرحان كثير مش مصدق، يعني امس رمضان واليوم رمضان. ياي. ومش مصدق كمان انه رمضان وكل شيء ما فيش. وانتم ما بوش كهرباء، تعرفوا ليش؟ لأنه قيمة الديزل والمازوت قد شفطوها مجهود حربي. قد كان معانا دولة تدي لنا الكيلوات الكهرباء بستة ريال. دالحين الحوثيين قد شلوا المولدات ومؤسسات بحالة، وقودهم بيبوعوا للمواطنين في صنعاء والحديدة وعمران الكيلوات الكهرباء ب160 ريال. سقطت القرعة ولا عادوا؟ منورة يا حكومة والشعب طافي. فين اللي كانوا بيصايحوا وبيرعدوا صبح ليل على باسندوة وصالح سمع؟ فينهم دالحين؟ صامتون طون طون طون. هيا أش ولا نخص. ما بوش مصاريف صح؟ الرواتب والحوافز وكرامية رمضان كله مجهود حربي مع الخبراء. وانت صوم عطوف لعيالي بن كيري اللي سقطوا البلاد فوق الشعب وعملوا 20 قرعة فوق الأوليات. تخيلوا بس 22,000 موظف في مؤسسة الكهرباء نزلوا عليهم السكين مزاج. 22,000 موظف في المؤسسة بلا رواتب للآن لهم 3 أشهر. صحيح انهم نصهم كانوا مع اسقاط القرعة وفجأة هوب دوب اجت فيهم تحديدا. طيب دون اصحاب المؤسسة معهم عيال واولاد كيف ياكلوا؟ طاقة شمسية يا حم علي الحوثي. ما بوش جمعية خيرية دي السنة ولا اللي قبله، والمساكين لهم الله. اصلا الجمعية الخيرية حق المرتزقة والدواحش، ها، والمجاهدين اخذوها وما قصروش ولطشوها لطش واخذوها غنائم، زي ما أخذوا المواد الإغاثية الإنسانية حق الكفار وباعوها نقد للمساكين. طيب ليش؟ مجهود حربي للمجاهدين والمساكين لهم حنشان الظمأ. ما بوش غاز، أصلاً الطبخ بالحطب بيغفر الذنوب، والشعب هذا جلس 50 سنة بطران على الجمهورية. أما الغاز القرآني فهو قنديل ما يتوزعش بالحارات إلا بكلمة سر. إذا كنت خاوق تشول، وإذا ما كنتش خاوق شل لك شريطة روح لك بعيد. أصلاً يدات متى السلام متى الرزاق ومتى نشوفك يا كامل وصوفك. يدات المتمتتات هذه كلهم ما يسكوش النوم، يظهروا الصرخة ويداتهم محروقات. يعني تخيل تلاقي واحدة حرمة بخلف المسيرة ماسكة بازوكا ويدي محروقة، منو بيولع الحطب؟ منو بيدفع الغاز؟ كيف بيقع صموت بعدين؟ واللي يشتي غاز يدفع 5,000. ها، كيف تشتوا المجاهدين يطلعوا بيا مراوح؟ لازم مجهود حربي تدفع، وإذا مش معاك وقد بالحطب. الدولار يطلع ويكبر صح، والمتكبر بينكس الله كبرته. قال لك الدولار بيطلع من بعد الكيوي والمفرقعات. العماد قال، مش العماد صاحب العمارات، لا لا، العماد صاحب اللجنة الثورية ومكافأة الفساد، بيقول لك انه الدولار طلع من بعد الكيوي. قد كنتم على الموز لأمريكا، ما دخل الكيوي يا عماد. الاحتياط النقدي باح، البنك طلع قيوبه فاضية صح. تعرفوا ليش؟ لأن عيال المزهيرة 4 مليار دولار، والحوثي فرحان. أنا الشعب وزروطة عاتية. أنا الشعب دالحين. عرفتم إيش معناته بالعشر ما نبالي؟ يعني بنلطش حق الناس بالعشر الأصابع وما بنباليش، يعني سارق ويبهرر. عادوا يدلعها ويقول لك مجهود حربي. ما فيش إلا الحوثي بيلقط من الناس فلوس من السجون. أول ما يمسكوا الواحد، لا 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 لا، هذا قضيته كبيرة، لا هذا قضيته لازم يدفع 1,000,000، 500,000، لا تدخلناش فيه به.
عشان تزيد العتاوات حتى اصحاب العفاش بيلقطوهم على واحد واحد، وحرام ما يخرجوا الا لما يدفعوا فلوس. ولا تشوق الصاف، وانت يا مؤتمري ادفع واندعس وش ولا نخص. اللي سرقوها العفافيش بثلاثين سنة أقول حوثيين، وقالوا بقاب بسنة واحدة وبعين قوية. ما سدينا على خمس خمس خمس، يعني 20%. زبطوا أم شرح الأزهار وشلوا الحديقة كله، وبعدين عادي هنقمة بيسميها مجهود حربي، يعني بياخذ منك جزية بس بعرق قبينه. رصيد التليفون بيخلص بسرعة. أصلاً لما أنت تحاول تسوي رسالة، يعني مسيق أي واحد بياخذوا منك نفس الرسالة دي ضريبة. ولما بتعمل تهنية، مع أنه ما عاد فيش حد يسوي تهاني كله تعازي، بياخذوا منك ضريبة. وحتى لو تشي تعبي كرت أبو ألف بيقطقطوها ويفصلوها ويفصفصوها لما يوصل لك 400 ريال. ما هو تشو تسقطوا القرعة ببلاش، لازم تدوا فلوش عشان نجيب لكم القرعة من رجولة. هولا حنشان الضماء أو لا حنشان الضماء، ولا عمرهم بيضموا ولا عمرهم بيرتووا. مع أنه هذا زي الفقمة، هو ابن عمه والمجلس السياسي طلعوا كرشة بسنة واحدة. سفرة رمضان تلاشت بعد سقوط القرعة دي السنة. أصلاً أصحاب حنشان الضماء نزلوا مقرر بحذف بعض المأكولات في رمضان. يا سعام حرب وما فيش داعي للبذخ. اللحمة شمه ولا تطعمه، السمبوسة لمن استطاع إليها سبيلة، الشربة طاهرة لنفسه وغير مطهرة لغيرها، العصيد قود البلاد كلها عصيد، السلسة لا يجوز لا يجوز أن تأكل زامل براكين الغضب. تعرفوا ليش مشرفي الحوثيين بيتزوجوا الثانية دي الأيام؟ لأن الأولى أم العيال والثانية موجود حربي. حتى التعيينات في المناصب كلها قاوقات وكلها من آل موجود الحربي. قال لك بيت مطهر، بيت الشامي، بيت الكبسي. والشعب 25 مليون جي كذاك واخر كذاك. وظائف لهم، مناصب لهم، سفريات لهم، قرآن لهم، زوامل لهم، كباش لهم، حتى الزواقات لهم، وأخيرا الأراضي لهم. شلوا لهم صنعاء مع الأراضي. وانت يا شعب بتخرج وانت يا شعب وش ولا نخص. ايش تعرف عن زكاة الركاز؟ زكاة الركاز احاول صافر لا اسمها كده بجد. زكاة الركاز عندك انت سمعت شيء عنها؟ لا والله ما. والله ما انا عارف باللغة حقكم دي، ما انا عارف. انت من وين؟ انا متعز. من وين؟ من تعز. طيب عادي، يعني هو الاسم مصطلح عام، يعني مصطلح عام معروف، بس بالزكاة دي اول ما اسمعه يعني كده ما سمعت شي عنها. ما نعرف يا صديقي، ما اعرف شي. انا عاشي. وانت؟ والله عاشي. الركاز اول مره اسمع الركاز. الركاز ايوه اسمع بالزكاة. بس فسرنا بس من بدايه السؤال كيف هي، يعني عطنا بدايتها. طيب. يعني جبنا سؤال محرج. الزكاة اللي تكون مخفيه ومخبى زي الذهب والالماس او اي حاجه، بعدها مرت لها سنه او اكثر من سنتين ثلاث سنين تدفع لها زكاة. بالضبط هذا هو وصلت. يعني خساره وبهدله. ايوه على الشعب. مجهود الحرب ما تعرفه؟ لا الا بدك تعرفه. غله يعني بالضبط. هنا غله والله صراحه. اللي سامحني صوت محرج شوي بدونها صراحه. ما نعرف ها والله ما نعرف. ما بدي سمعت عنه محكوا لك في الدار. لا مجهود الحربي نسبه ياخذها الحوثيين من رواتب العمال بحسب ما سمعنا للمجهود الحربي بحسب ما يقول. والان تطورت وبده ياخذ من الدكاكين وياخذ نسمع كلام والله. بما انك من تعز، ايش تعرف عن المجهود الحربي؟ المجهود يعني ايش؟ الله الفتره اقل ظل الحوزي هناك شغال. ايوه شغال هناك معروف شغال. انه جاي للمحلات اقول لك مجهود حربي معروف. ايوه ولا سكر عليك ياخذ الويفر. ايوه اي حاجه واي حاجه شله ولا بنت عليك. ايوه هذا بنت. اقول لك عندي له مجهود حربي ولا بنت المحلات اوقاك
اقول لك روح. يلا زين، حصلنا شاهد من اهلها. المجهود الحربي هو الذي ياخذ من راتب الموظفين ويستخدم للمجهود الحربي لقتال اشخاص اخرين او ميليشيات تدافع تقاتل ضد الدوله. يعني اللعبة كلها يكون عن طريق يعني يشلون الكباش والويفر والكروف يشلونهم من البيوت. شفت؟ يشلوا الحوثي على الناس. نعم ايوه، يستخدم الحوثي ضد الشعب. كيف؟ من خلال اخذ من رواتب الموظفين من 3000 من 4000 من الزكاه، يسحب من الاموال اللي في داخل البنوك يسحبها ويستخدمها لمحاربه الشعب. شعب طيب ضيعوه بالمصطلحات، حط له كذا عنوان لماع واجزع لك، قل له بس الا بنسخه القرعه، بنسخه القرعه، وقت قرعه بعد القرعه، ونهب ومجهود حربي وزكاه وقتل. الله يكون بعونكم، طابت اوقاتكم، السلام عليكم.